مراحل. انتهت مباراة رياضي هومنتمن بفوز الهومنتمن بنتيجة 98-97 على الرياضي بالمنارة بوحدة من أجمل الجيمز مش بس بهذا السيزن بس أنه بالريجلر سيزن إن جنرال. فالفريقان قدموا مستوى كتير عالي وستيل بعد منهم بالبيك تبعهم. سو هيدا البطولة عن جد كتير حلوة لهلا. وهذا الفوز كان كتير مهم لهومنتمن لأنه هومنتمن هدفه يفوت على الفاينل فور. في خمس فرق عم تتنافس على الفاينل فور هن رياضي حكمة بيروت هومنتمن شانفيل. هومنتمن كان أوريدي خسر مع شانفيل بديك المحدة. سو شانفيل كان تابقوا لحديت ما يرجعوا يلعبوا بي. سو من هيك هذا الجيم كان كتير مهم لهومنتمن معنويا لأنه قدر يربح بالمنارة الرياضي وحسابيا كتير بتفيدهم لأنه هلا رح يلعبوا ضد شانفيل بمزهر وإذا ربحوا سو هن تقريبا بيضمنوا الفاينل فور. أما من ناحية الرياضي فهيدا تاني خسارة للرياضي بالمنارة بس إنه بعد ما خسروا برات أردن اللي هو شيء منيح. الفريقان يمكن بيلعبوا ستايل مختلف بالباسكت فانه الرياضي مثل ما حكينا بالبري جيم انه عندهم ساني وكيكانوفيتش على الفور فايف بينما هومنتمن شوي اندر سايز من هيدا المجال. انا شخصيا برايي هومنتمن ما بيلعبوا سمول بول بيلعبوا ران اند جان لانه عندهم جيرار سنتر بس ستيل دغري بيروحوا على الترانزيشن ومن هيك لانه دغري همهم دغري يروحوا ويركضوا ويسبقوا دفاع الرياضي من هيك ما كتير بيقدروا يلقطوا اوفنسيف ريباوند. ايه يمكن ما لقطوا كثير اوفنسيف ريباوند بس امباكت الاوفنسيف ريباوندز اللي رقطوهم الرياضي كان عن جد كتير خفيف على الجيم. اذا بنشوف الاوفنسيف ريباوند لوحدة من دون كونتكست فينا نشوف انه الرياضة لقطوا 19 اوفنسيف ريباوند مقابل 4 لهومنتمن. طيب في فرق بيناتهم 15 اوفنسيف ريباوند يعني 15 شوطة بس انه الفرق انه الرياضة بس نجحوا بترجمة 5 نقط من هدول 19 ريباوند بينما هومنتمن ترجموا نقطتين من الاوفنسيف ريباوند اللي هن 4. طيب عن جد امباكت الاوفنسيف ريباوند اتليست على البوينتس ما كان هالقد عالي تا يعمل فرق. هلا ايه اوفنسيف ريباوند بيخلق فرستريشن للديفنس لانه اوكي انا عم دافع منيح بس انه عم يرجعوا ياخذوها بس دايركت امباكت على الجيم ما كان فيها هالقد امباكت لانه الرياضة كانوا عم يلقطوا اوفنسيف ريباوند يشوتوها يكبوها برا. سو عن جد مش كتير فرقت يعني على الجيم. اللي كان عنده اكتر شيء امباكت على الجيم واللي ترك الرياضة بالجيم هن اغلاط هومنتمن على الفاست بريك صراحة. سو هون رح نشوف بكذا بلاي صارت اسماعيل هون جاد بيعمل ستيل من اسماعيل من بعد اوفنسيف ريباوند ودغري بيركضوا هذا هو الران اند جان. سو هون بدايه اول وحده بيعملوا تيرن اوفر على الفاست بريك بيرجع الرياضة بياخذوا الطابه من بعدها هون رح مشيها شوي بسرعه كمان بيرجعوا بيلقطوا اوفنسيف ريباوند رياضي مثل ما تعودنا بس ما عم بيقدروا يستفيدوا يعني هيدا البوينت انه هون ما عم بيقدروا يستفيدوا من الاوفنسيف ريباوند تبعهم. كمان جاد بيعمل ستيل وبيرجعوا بيركضوا. سو هون بنشوف كمان انه لاي اب بيضيعوها وبيرجعوا رياضي بيلقطوا الريباوند وبيروحوا وهون بيرجعوا بيقاسسون يعني هالمره بيقاسسون بثري بوينت بتصور امير هون بحط ثري بوينت. سو عن جد ضيع اربع نقاط على الفاضي واكل وراها 3 بوينت. هيدا مش المره الوحيده اللي صارت بالجيم هيدا صارت بتاني كوارتر بس كمان نفس السيكونس اذا بدكم يعني صارت برابع كوارتر اللي هي معقوله تكون كروشل اكتر. سو هون هايك بشوت 3 ما بيجيبها هومنتمن بيلقط الريباوند دغري جاد بيكبها لدوين جاكسون ودوين جاكسون بدل ما يكبها لجاري بجرب هو يطلع ويجيبها بياكل بلوك من هايك. سو كمان ضيع فاست بريك من الميله الثانيه رياضي عم بيلقطوا اوفنسيف ريباوند عم بيضيعون بيرجع هومنتمن بيلقطوا الريباوند جاد بيرجع بيكبها بسرعة لجاري جاري بدل ما يرجع يعطيها لدوين جاكسون. سو دوين جاكسون ما عطي جاري جاري ما عطي دوين جاكسون مش هيك يعني بس انه سيقبيت. سو جاري يعطيها لجيمي اللي هي كان شوي غلط ديسيجن واكيد لما تضيع اثنين فاست بريك ضد الرياضة رح تاكل سلة من الميلة التانية. سو اغلاط من هيدا النوع كتير عملوهن هومنتمن وهن اللي تركوا صراحة الرياضة بالجيم واكيد يمكن هيك اغلاط بتخلي الكوتشي يبطل عندهم شعر. وبما انه عم نحكي شوي عن دوين جاكسون دوين جاكسون قدم احلى مباراة له بالمنارة من دون منازع. كمان بالبري جيم اناليسس شفنا الستاتس تبع دوين جاكسون وكانوا عن جد مش كتير منيح بس انه بجيم بارح كان هو رجل المباراة. اول 3 بوينت اتمت اخذها من بعد 4 دقايق من بداية الجيم وهي كانت اول اتمت له. يعني دوين جاكسون كان كتير عم بيعرف ياخد ديسيجنز المضبوطين يعني يعمل درايف وقتها لازم كان يعمل درايف يشوت وقتها كان لازم يشوت. واهم شيء صار امبارح اذا بنشوف هون التشارت تبع مين عاطي اسيست لمين احسن ريليشن كانت بين دوين وجيرار. سو كان دوين مش بس انه عم بيعمل درايف وعم بياخد فاولات من دفاع الرياضة بس كمان كان عم بيعرف يوصل الطابة لجيرار يلي قدم مباراة رائعة. اجان كانت مشكلتنا مع جيرار بالبري جيم انه ما عم بيقدر يبقى على ارض الملعب. سو امبارح لعب تقريبا 5 كوارترز يمكن لانه دفاع الرياضة ما عرف هاو تو اتاك جيرار شو نقط شو الويكنسز تبع جيرار على الديفنس اتليست. كمان اذا نشوف هذا الشارت فينا نشوف شيء حكينا عنه كمان بالبري جيم اناليسيس اللي هو الريليشن بين جاد وجيمي على الاوفنس اللي مش بس كان بجيم امبارح بس انه الا من اول سيزون. سو
بوحدة من البلايز اللي فينا نشوفها هون هي انه جاد اوكي كان جرار عم يعمل له بيك بيقول له لجيمي تاع انت عامل لي بيك ومن بعدها بيفضى جيمي اثنيناتهم بيروحوا عن جاد وجيمي بيروح بياخد اند وان. هلا من هيدا البلاي فينا ننتقل تنحكي عن شغلتين صراحة. فينا نحكي عن كمان اللي حكيناه بالبري جيم اناليسيس انه جيمي كان ما كثير عم بحس بالطابق اذا شيء كان الفورث اوبشن باول خمس جيمات بينما امبارح كثير كان عم ياخذ ديسيجن خاصه باول الجيم كان جيمي كثير عم ياخذ ديسيجن كان هو اللي عم بيطلع الطابه سو ما بعرف هذا الشيء اذا تخلوا جيمي يفوت اكثر بجو الجيم او لانه كان في محلات معينه امير عم بياخده وليش they are targeting امير لانه تيتعبوا امير اتليست على الديفنس طما امير يقصصهم على الاوفنس كيف يعني امير يتعبون على الاوفنس فينا نشوف هون امير ما معه الطابه هذا اول بلاي بالجيم يعني فينا نشوف قديش امير لاحظوا كيف بيتحرك بلا الطابه سو هون ركض برام جات بعده عم ركض معه ركض هلا هون بيستلم امير اوكي امير كلنا بنعرف انه فيش لاوي سو اكيد رح يروح شمال ما هيك سو هون بيعمل فيك وبيرجع بكف بيقطع عن ثلاث لعيبه ومن دون بصفر مجهود يعني قدر يخرق دفاع هومنتمن لوحده من هيك كثير مهم انه يتعب امير على الديفنس خلوه يشتغل اكثر على الديفنس حتى ما يضل يعمل فيهم هيك كل الجيم والشغله الثانيه اللي فينا نحكي عنها بهديك البلاي بين جاد وجيمي انه رياضي كانوا عاطلين على البيك اند رول سو كمان هون بلاي ثانيه فينا نشوفها انه وولتر هاج اللي هو اقصر لاعب على الملعب كيف عن جد عامل بيك وزاري بكيكانوفيتش وكريم سو هون صار في مس كوميونيكيشن بين كريم وكيكانوفيتش مين بده يطلع ياخذ جرار من برا سو هون جرار بشيء ولا مره انا شايفه صراحه بيقص على دفاع الرياضه وبيعمل دنك هاي مش الهجمه الوحيده اللي صارت هيك فكمان هون بهيدا الهجمه يمكن هم ما استفادوا من هون لان وولتر ما انتبه بس بمحل معين يعني هون كمان فينا نشوف انه هايكو كريم ضاعوا صار في مس كوميونيكيشن بيناتهم مين بده ياخذ مين فجاه دي جي هون اذا بنلاحظ صار وحده دي جي بس انه وولتر ما لحق كبلديجة لأنه هاي كان دغري عمل ريكوفري يعني سو رياضي كان عندهم شوي ضياع على دفاع هومنتمن وأكيد هون كريدتس لهجوم هومنتمن اللي كانوا كثير منظمين فأكيد كريدتس لكوتش جو اللي عن جد يعني فينا نشوف تقريبا كل اللعيبة بيتحسنوا لما يلعبوا مع جو من أحمد إبراهيم لجيرار لهالسيزن جات خليم الرياضي بعد ما لقيوا حالهم أكيد مع أنه نفس الكور تبع سنة الماضي كاللبنانية مع أنه كلهم كانوا مع المنتخب وكلنا نعرف مين الرياضي تبقى مشكلة الأجانب يعني الوانس بغيروا الأجانب أكيد رح يرجعوا يعلوا الليفل تبعهم بس هون بتبقى المشكلة أنه ليش الرياضي ما بيقدروا يجيبوا إمبورتس منيح المشكلة بالرياضي أو كان بالحكمة أنه دايما بيعانوا من الأجانب سو ليش دايما الفرق اللي معهم لبنانية منيح صعب يجيبوا أجانب تركب معهم الجواب هو لأنه معهم لبنانية منيح سو أنت بس بدك تجيب أجانب تيركبوا مع الفريق ما فيهم يصيروا الأجانب هن السيستم تبع الفريق لأنه إذا صاروا الأجنب اللي عم نجيبه هو سيستم الفريق سو اللبنانية صاروا رول بلايرز وهالشي أكيد رح يخلق مشكلة فهدول اللعيبة الأجانب اللي دغري بيركبوا بالسيستم وبيكونوا عن جد بيعرفوا دورهم وإفشنت بدورهم كتير قليل وكتير غاليين من هيك أول سيزن يعني حتى نجيب حدا هالقد هاي ليفل ومش ضروري كل هاي ليفل يركب فأنه ماني هارس يعتبر هاي ليفل إمبورت وبروفيل كتير كبير بس ستيل مش ضروري يركب مع الرياضة لأنه معهم هالقد اللبنانية بناح حده سو ما فيها الطابة تضل كل وقت بإيده ومن هيك الرياضة أو الحكمة أو حي الله بيك تيم بيعاني تيلاقي أجانب ذات فيتس بالسيستم تبعه هذا كان كل شيء إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب لنساعد القناة تكبر